ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء جائزة المرحوم الدكتور عبد الرحمن الصميط للتنمية الأفريقية الشيخ صباح الخالد الحامر الصباح اليوم اجتماعا لمجلس أمناء الجائزة في قصر بيان. وأكد الشيخ صباح الخالد الحامر الصباح أن دولة الكويت أخذت على عاتقها مبدأ الإسهام في تحقيق الجهود الإنمائية في العديد من الدول حول العالم، حيث شاركت الكويت في إنشاء وتمويل المشاريع الإنمائية في مختلف المجالات الحيوية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى سعيها الدائم لدعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية التنموية المتخصصة. ومن هذا المنطلق فقد أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا في تقديم المساعدات العينية والمادية للدول الأفريقية. وعلى إثر ذلك أعلن مجلس أمناء جائزة الدكتور عبد الرحمن الصميط للتنمية الأفريقية في اجتماعها الأول اليوم إطلاق الرسمي للجائزة، التي جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الأفريقية الثالثة في دولة الكويت عام 2013. بإذن الله تعالى الدكتور عبد الرحمن الصميط تلبية لمبادرة سيدي حضرة صاحب السمو، له عرفانا وامتنانا لرجل أثنى حياته في خدمة المثالية في القارة الأفريقية دون النظر إلى دين أو جنس أو عرق، وكرس حياته من أجلها وعلى مدى عقود من الزمن، استطاع خلالها من بناء 860 مدرسة وأربع جامعات و124 مستشفى، وحفر 9500 بئر، وتكفل برعاية 15,000 يتيم، وتعليم 95,000 طالب، وغيرها من الأعمال الخيرة التي سطرت على قائمة غنية بأعمال المرحوم الفضيلة، تاركا خلفه إرثا إنسانيا سيستمر في إحداث تغيير كبير في حياة الفقراء والمحتاجين إلى الأفضل. ونحن نجتمع اليوم لوضع حجر الأساس لهذه المبادرة السامية، ونطمح بأن يتم الإعلان عن الجائزة في مجال جديد في مطلع عام 2016، والانتهاء من مراحل التحكيم والإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل انعقاد القمة العربية الأفريقية الرابعة، والتي ستعقد في جمهورية قينيا الاستوائية خلال شهر نوفمبر من عام 2016، متطلعين لانعقاد أعمالها ولتسليم الجائزة للفائزين عن دورتين 2015 و2016 من قبل سيدي حضرة صاحب السمو رئيس القمة العربية الأفريقية الثالثة.